بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو ليس تاريخي بحت مع خرائط كما عودناكم في القناة بفضل الله تعالى، ولكن ضرورة تنزيله كانت أكثر إلحاحا من أي فيديو تاريخي آخر. طبعا لنبدأ بالكلام عن بديهيات ما يحصل من حرب في غزة وغيرها من بقاع المسلمين، ولا بديهيات واجب النصرة على أمة الإسلام والإيمان باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب. ولكن سنناقش شيئا آخر بديهي، لكن مع الأسف تفاجأ به الناس واعتبروه غريبا، وهو القمم العربية والإسلامية والخذلان فيها والتخاذل عن نصرة المسلمين. ستقول لي كيف بديهي؟ أليس هؤلاء مسلمون؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ وهو حديث صحيح بالإجماع. أقول لك أخي الكريم، أنت قرأت حديث جميل وتركت أحاديث، فتعال نتعرف في هذه الدقائق سويا على بديهيات واضحة من السنة، فيطمئن قلبك وتستبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهو عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح بالإجماع. وفي زيادة رواها الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة، قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم، إذن هذا الشعب المسلم المناضل في فلسطين على الحق ظاهر ولعدوه قاهر، كما في نص الحديث الثاني، ليس فقط في غزة بل في كل فلسطين وفي القدس وما حولها، في سبيل الله مرابط ولو أتيحت الفرصة مجاهد. لكن ماذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يضرهم من خذلهم. ففي هذا نبوءة ووعد بالخذلان بقوله من خذلهم، وفي نفس الوقت بشرى ووعد بالظفر، وأن هذا التخاذل لن يضر شيئا إن شاء الله بقوله لا يضرهم. طبعا بعض العلماء يرون أن الحديث صحيح إلا الزيادة، جملة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فهي ضعيفة، ضعفها الألباني. ولذا يختلف العلماء في تفسير الحديث، ويرى بعضهم أن المقصود طائفة آخر الزمان أيام سيدنا عيسى عليه السلام، عندما يهلك الدجال أيضا كما هو معروف، فمجمع المسلمين يومها بالشام. لكن حتى الحديث الأصلي الصحيح دون تحديد المكان، يروي الطبراني أنهم ببيت المقدس، ويروي معاذ أنهم بالشام أي عامة، قياسا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي النهاية لا فرق، فقد اتفق العلماء أن الشام كلها أصلا موطن كثير من الأنبياء، كسيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان، وسيدنا يحيى وزكريا وعيسى وغيرهم عليهم السلام في فلسطين وحدها، إضافة لسيدنا لوط وأيوب وذو الكفل واليسع وإلياس وغيرهم في باقي الشام، فهي موطن كثير من الأنبياء، وفي نفس الوقت كانت موطن رباط وجهاد فعلا طوال عهود الإسلام، وإلى اليوم تتعرض للخذلان فعلا. الخذلان ممن؟ من بريطانيا؟ من شعوب الصين وأستراليا وأمريكا الجنوبية؟ لا طبعا، وما لنا عند هذه الشعوب أن ننتظر منها مساندة قضايانا. ورغم هذا كان منها شرفاء خرجوا ودافعوا عن القضية الفلسطينية، حتى أن أغنية تغنى لفلسطين من قبل أجانب، لا أدري والله إن كانوا ملحدين أم لا، لكنهم رأوا جانب الحق حقا فوقفوا معه. فكان منهم هذه المظاهرات الضخمة في لندن نفسها، تخيلوا، هؤلاء يقفون مع مسلمي غزة والمسلمون أنفسهم لا يقفون. أقول لك نعم، الخذلان أي أن يخذلك من تنتظر منه السند، أي أخوك المسلم نفسه لا الغريب. هل اعتبر المسلمون أن الفرس خذلوهم إذ لم يستمعوا لدعوة رسول الله أو حتى زمن سيدنا أبي بكر؟ لا، بل جاء التخاذل من جزء من قومهم من الإخوة الذين ينتظر منهم المناصرة، مثل المرتدين مثلا في حروب الردة. لذا لما قال رسول الله في حديثه أن هناك من يخذلهم، فالمقصود إخوانهم المسلمون والمؤمنون سيخذلونهم كما هو اليوم والله أعلم. حوالي 2 مليار مسلم، أين هم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
وفي رواية أخرى: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهو حديث صحيح أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعوب طبعا مغلوب على أمرها، قد تقول لي: فالحكام هم المتخاذلون. أقول لك: الحكام بين الخيانة والتخاذل، هؤلاء حكام جبريون، هي مرحلة الحكم الجبري بحديث رسول الله، فماذا تنتظر منهم؟ أما الشعب فينتظر منه أكثر، لا أن يخرج أحدهم ليقول هذه فتنة، وآخر يقول نطيع ولي أمرنا لأن هناك معاهدات مع الكيان، وآخر يقول القضية ليست قضيتنا. يفعل كما فعل المسلمون مع الخوارزميين من قبل، فتركوهم يواجهون المغول والتتار وحدهم. رفض العباسيون العرب، وأمراء الأيوبيين الكرد، وسلاجقة الترك، كلهم رفضوا المساعدة. جميعهم كما ترون باختلاف أعراقهم رفضوا مساعدة جلال الدين خوارزمي في حربه ضد التتار. حتى لما انتصر على التتار رفضوا أن يشاركوه انتصاره وينضموا إليه، وقالوا بيننا وبين المغول عهود ومواثيق. فجاء الدور عليهم بعد فترة يسيرة، وسحق المغول بغداد، ثم سحقوا إمارات الأيوبيين المتبقية، ثم دخلوا الأناضول أيضا ووصلوا الشام. ولم يوقفهم إلا المماليك بقيادة من؟ قطز. من قطز؟ هو الأمير محمود ابن ممدود الخوارزمي، ابن عم السلطان السابق وزوج أخته. نعم، قطز هو ابن أخت السلطان جلال الدين، الذي وصل به القدر إلى مصر ليقودها للدفاع عن الأمة الإسلامية كاملة. فمن يتخاذل اليوم قد يصله الدور، ويتكرر السيناريو نفسه، فلن نجد لسنة الله في الأرض تبديلا. لكن نبوءة الخذلان لم تأتي منفردة، بل ترافقت مع بشرى ووعد بعدم الضرر والسوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. فلن يؤثر خذلان المسلمين لهم على تحقيق النصر، ولن يكون السبب في الخسارة لا سمح الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وعسقلان وغزة واحد تقريبا عبر التاريخ، فلن يتوقف الرباط ولن ينهزم المجاهدون، سيبقى الرباط في عسقلان وفي القدس وما حولها، بل وفي الشام كلها حتى يأتي الله بأمره. طبعا رغم الاتفاق على صحة الحديث، لكن قال العلماء أن أحد الرواة تغير في آخر عمره، لذا فترجمت هذه الجملة الزائدة وإن أفضل رباطكم عسقلان قد تكون غير محفوظة بالكلية، حيث روي المتن من قول آخر بدون ذكر عسقلان. والهدف والعبرة بقاء الرباط ليوم القيامة، وأما الخذلان فلن يضر شيء، ومن أصلا توقع غير ذلك؟ فقد خذلوا أهل سوريا من قبل، ولا زالوا إلى اليوم إلى هذه اللحظة بالمناسبة هناك شهداء في سوريا، والناس مشغولين عنهم صاروا مع الأسف. أكثر من مليون سوري، تخيلوا، كعدد شهداء ثورة الجزائر، مليون سوري قتلوا ولم يحرك العرب ولا المسلمون ساكنا. 15 مليون تشرد، أي أكثر من نصف الشعب. أتتخيلون معي هذا التغير الديمغرافي والعرقي والطائفي؟ ولم يتحرك لا عرب ولا مسلمون، بل إن نصفهم لا يفهمون أصلا حتى اليوم ما جرى في سوريا، بل قد خذلوا أهل العراق من قبل. مليون عراقي قتل في 2003 تقريبا وما بعدها، حرمات وأعراض نساء بلدات كاملة انتهكت، ولم يتحرك العرب ولا المسلمون. ومن قبلها أفغانستان خذلت، وميانمار أو بورما ومسلمو الهند ومسلمو الصين في تركستان الشرقية. يقولون كعذر: بيننا علاقات اقتصادية مع الصين، وغيرها وغيرها، وصولا لنكبة 48 نفسها، بل حتى خذلوا غزة نفسها عدة مرات. تاريخ من التخاذل، لكنه بديهي لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكام جبريون، وهذا بديهي لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتماع للأمم علينا لأننا غثاء كغثاء السيل، وهذا بديهي لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما سبق هو مقدم لانتهاء الحكم الجبري وعودة الخلافة الصحيحة على منهج النبوة بإذن الله تعالى، وهذا أيضا بديهي، فهو من حديث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظما، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها.
ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ستشتعل المنطقة، بل ستنتفض الأمة، وسيأتي أمر الله بإذنه، ونسأل الله أن نشهد هذه الخلافة المنتظرة البديهي قدومها، لنرى بأعيننا زوال دولة اليهود هذه، وليست دولة بني إسرائيل الحقيقية، لأن 10 أسباط من أصل 12 سبط منهم مفقودون أصلا، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله بعد عدة أسابيع في سلسلة تاريخ الأردن وفلسطين، بعد سلسلة تاريخ جزيرة العرب واليمن إن شاء الله تعالى، لتعيش الأمة بسلام عهد الخلافة الراشدة مجددا البديهي قيامها. فنحن ننتظر زوال دولة لليهود من شتى الأعراق والأصقاع، والبديهي زوالها بإذن الله، لتحدث الملاحم والدجال، ونرى سيدنا عيسى عليه السلام أحداث حتمي حدوثها. كل ما سبق كتب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والمهم أن تكتب أسماؤنا في صحيفة الخائنين المنافقين، أم المتخاذلين الصامتين، أم على الأقل من بلسانهم مجاهدين، إن لم نكن على الثغور مرابطين. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته فهو ذو الفضل المبين، وأن ينصرنا على من عادانا باسمه القوي المتين. نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في حلقات جديدة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.